الكريم ده كريم قنبلة، يعني عامل ضجة وقلبان كتير جدا، يعتبر من أشهر كريمات التجميل اللي نالت شهرة كبيرة جدا في مصر وفي الدول العربية، كمان الدول الأفريقية، حتى في باكستان والولايات المتحدة الأمريكية والدول الآسيوية، لأنه قنبلة تفتيح. أول حاجة بيفتح البشرة، بيساعد على إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه، بيزيل الرؤوس، بيزيل البثور، وبيدي نتائج رائعة في إزالة وإخفاء النمش. مش بس كده، بيخلي الوجه صافي وجميل وأبيض في غضون أيام قليلة جدا من الاستخدام، وبيرجع لبشرتك النضارة والحيوية اللي احنا كلنا بنحلم بيها. تعالوا نتعرف أكتر على هذا الكريم الرائع ونعرف مميزاته، طريقة استخدامه، دواعي الاستعمال، سعره، كل حاجة عنه باختصار. فتابعوني للنهاية لأنها هتكون حلقة قوية ومهمة جدا. ولكن في البداية لو انتوا جداد معايا فاشتركوا بالضغط على الزر الأحمر الموجود تحت، وكمان فضلا وليس أمرا لايك للفيديو. حاولوا كده تفجروا اللايكات على قد ما تقدروا، خلينا كده نوصل الريفيو لأكبر عدد من الناس، وبفضل دعمكم إن شاء الله القناة هتكبر أكتر وأكتر يا أحلى وأجمل متابعين ومتابعات في الدنيا. لو بتحلمي ببشرة صافية نقية، عايزة تزيل البقع الداكنة، عايزة تحصلي على بشرة بيضاء كالحليب، استخدميه بالطريقة اللي أنا هقولك عليها. بس هو في عيب واحد بس أنا معجبنيش في المنتج، هقولك عليه في النهاية، وانتي بقى ليكي كامل الحرية. أول حاجة ان انتي بتغسلي الوجه كويس جدا بالغسول المناسب لنوع بشرتك، وبتجففي البشرة تماما بمنشفة ناعمة، وبتحطي كمية قليلة جدا جدا من كريم فايزة على الوجه والرقبة، يعني قد كده ايه حجم الفول السوداني، حبة صغيرة جدا جدا جدا، وتجنبي وضعه حوالين منطقة العين، توزعيه برفق من غير ما تدلكي تدليك عنيف، وزعيه كده بقى على البشرة بالتساوي مع التدليك بحركات دائرية. تقدري تستخدميه في النهار وفي الليل قبل النوم عشان تحصلي على نتائج رائعة في أسرع وقت، ومناسب لكل أنواع البشرة الجافة والدهنية المختلطة والعادية. بيقضي على بهتان البشرة وشحوبها، فبيحولها البشرة فيها حيوية ونضارة، بيقلل من اسمرار البشرة نتيجة تعرض لأشعة الشمس. مناسب للاستخدام للسيدات وكمان للرجال، ورخيص الثمن مقارنة بالمنتجات الأخرى الخاصة بتفتيح البشرة. مهم جدا يا بنات ان احنا نحطه بكمية صغيرة، لان الكمية الكبيرة بتسبب تحسس للبشرة خصوصا لأصحاب البشرة الحساسة، فهتخليكي كده زي ما يكون بشرة ملتهبة، زي لو تعرضتي للحبوب هتبقى بشرة حمرة جدا وملتهبة. فالافضل كمان ان انتي تستخدميه بكمية صغيرة وتعملي اختبار حساسية قبل استعماله، وبلاش اثناء استعمال كريم فايزة ان انتي تحطي كريمات تانية اخرى منعا للتداخلات والتفاعلات بين المواد الفعالة الموجودة في الكريم فايزة والموجودة في اي كريم اخر، فده هيأثر على فعالية الكريم وهيجي بالسلب على بشرتك وبنتائج غير متوقعة. وبلاش كمان ان احنا نستعمله لمدة اكتر من شهرين. العيب الوحيد اللي انا شايفاه فيه ان هو المادة الحافظة بتاعته ما حبيتهاش تماما، ده رأيي طبعا، انا ما حبيتش المادة دي، فلو كانوا بدلوها بمادة اخرى كان هيبقى منتج كويس. ما فضلش وضع الكريم اثناء الخروج تحت اشعة الشمس لانه بيحتوي على فيتامين ه، وده بيزود من تحسس البشرة لاشعة الشمس وممكن يضر بشرتك، فيفضل ان انت تحطيه بالليل وتغسليه في الصباح، او ممكن تحطيه نهارا اثناء التواجد داخل المنزل فقط. وما ينفعش يعني ما انصحش ابدا بالوقوف امام اللهب اثناء وضع كريم فايزة، يعني نتجنب بقى الطهي او اعداد الطعام على الموقد لان الحرارة ممكن تأثر سلبا على البشرة. اتمنى حبايبي ان انتوا الاول تتأكدوا ان هو بيناسب بشرتكم وتشتروه من مكان موثوق منه، والتأكد من المصدر، وتشوفوا يعني وتتابعوا مع طبيب جلدية المتابع لحالتك عشان الكريم او اي كريم اخر ما يسبب لكمش اي اضرار على بشرتكم، وتنعمي بمميزاته وتاخدي كل الفوائد بتاعته ان شاء الله. شوفك في حلقة جديدة.